هذا مش جديد على عيال زايد بفضل توجيهات القيادة. اليوم الحمد لله نشوف رجال ونساء دولة الإمارات يقومون بخدمات إنسانية حول العالم، وهذا جزء من المهام. اليوم وجود شباب وشابات من وزارة الداخلية للحضور في باريس ومساندة الأشقاء في تنظيم هذه الفعالية. هذه فعالية كبيرة ومهمة جدا، يشاركون فيها كل دول العالم، فبالتالي تأمينها ضروري جدا. الفعالية هذه وجود دولة الإمارات فيها يقدم لفتة إنسانية طيبة من دولة الإمارات إلى الشقاء في باريس، وسيستمرون شبابنا إن شاء الله في تقديم يد العون في كل أنحاء العالم في شتى المجالات، وهذا اللي تربينا عليه في دولة الإمارات، وهذا غرس زايد اللي نشوفه اليوم في شبابنا وشاباتنا. والله يقدرنا جميعا على خدمة بلدنا وخدمة الأشقاء حول العالم.